هنا يسأل يقول عن قول الذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دعاء الاستفتاح، يقول هل أقوله بعد تكبيرة الإحرام هنا، وهل هو صحيح هذا الذكر دعاء الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ هذا ورد في أدعية الاستفتاح، واستفتاحات عديدة، وأشهرها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قد رجحه جماعة من العلماء لأن عمر رضي الله عنه جهر به بين يدي الصحابة رضي الله عنهم وقروه، ولذلك رجحه بعضهم، وبعضهم يرجح حديث أبي هريرة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بأبي وأنت أمي يا رسول الله في سكتاتك قبل أن تقرأ، في سكتتك قبل أن تقرأ الصلاة تقرأ الفاتحة، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما أعدت بين المشرق والمغرب، ونقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، فرجح بعضهم هذا لأن النبي أخبر بأنه كان يقول، وقد جاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، ومنها ما هو الطويل المطول ومنها ما هو القصير. فالاتيال السنة في ما جاء على أوجه متنوعة من الأقوال أو الأعمال، السنة تتحقق بالتنويع، السنة تتحقق بالتنويع، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، به تحفظ السنة وبه يوافق ما كان عليه عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جمع دعائين في أما الدعاء جمع دعائين فمن أهل العلم يقول لا بأس، وذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يجمع دعائين، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع دعائين، إنما كان يستفتح باستفتاح واحد، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أنه لا يجمع بين أكثر من استفتاح، إنما يقتصر على استفتاح واحد. أحسن الله عليكم يا شيخ.